أسئلة بقى، أسئلة سريعة ومهمة ومرتبطة غالبيتها بالدعامة. هل يمكن عمل تخدير ليا أنا مريض سكر قلب وضغط والدعامة هتتركب بتخدير؟ سليم، التخدير نصفي، وبالتالي أي مريض أيا كان الحاجة المصاحبة لضعف الإنصاب فهو آمن من، يعني مريض سكر هقدر أعمل العملية بتاعتي برضو بنج النصف، مريض قلب، مريض ايا كان الحاجه المصاحبه، البنج النصفي امن لكل انواع الامراض المصاحبه للضعف الانصاب. ودي من الحاجات اللي هي اللي مخليه الموضوع منتشر جدا، ان انا ما عنديش اي خوف او قلق على مريضي من اي حاجه، لا من العمليه ولا من التخدير، الاثنين امان جدا بالنسبه له.